الحكومة. المشكلة انه المتظاهرين يرفضون كل هؤلاء. يعني حضرتك لو تابعت التظاهرات وتابعت كل ما يردد في التظاهرات وكل اللبنانيين الذين شاركوا في التظاهر، بالمناسبة حتى الجنوب جاءوا من الجنوب وشاركوا في التظاهرات في بيروت، وهناك يعني الكثير من التقارير والكثير من الأحاديث لهم بأنهم جاءوا من مناطق جنوبية منفردين بدون أي تحزب. أيوة. يعلنون تأييدهم للتظاهرات، ولكن الهدف الرئيسي كان فكرة أنه هم بيرفضوا كل هذه الوجوه. طيب بص حضرتك، أنه يرفض كل هذه الوجوه ده يعني ممكن نعتبره مطلب سياسي أو شعارات سياسية، ولكنها غير موجودة في يعني تنفيذها على أرض صعب. الواقع مستحيل، مش صعب. أن حضرتك ده معناه والظروف الحالية داخل وخارج لبنان لا تسمح بهذا الوضع. نعم. ولذلك ده مجرد رفع شعار سياسي، ولكن الأساس هو المطالب. صحيح. الاقتصادية. البديل يعني البديل هو الإصلاحات الاقتصادية. الإصلاحات الاقتصادية وليس إنه إبعاد كل الوجوه، مش هيحصل إبعاد. وعايز أقول لحضرتك حاجة تانية، القوى السياسية في لبنان، القوى الطائفية السياسية في لبنان ليست بعيدة عما يحدث في الشارع، بغض النظر حل احنا شايفينه في الصورة. بمعنى انه لو بكرة الصبح توصلوا الى تسوية اقتصادية، حتى لو تكن حد ادنى، يعني معظم القوى دي قادرة على سحب مناصريها من الشارع، وبالتالي اللي هيفضل في الشارع هيبقى اعداد قليلة جدا، وهيبقى في مواجهات أمنية، وهيبقى في مواجهات بين عناصر وأخرى مش هتخلي المظاهرات دي تستمر كتير. يعني الموضوع في النهاية النظام قوي جدا. نعم. الذين كانوا يراهنون على أنه الشارع سيتغلب على هذه التسوية السياسية، أو سيتغلب مثلا على فكرة يعني التوزيع المختلفة في الحكومة المحاصصة الحالية. الطائفية الموجودة. نعم المحاصصة. هذا حضرتك يعني غير وارد. هذه المحاصصة نجمت عن حرب أهلية من 75 ل 90، بعدها قعدوا عملوا اتفاق الطائف، اتفقوا على الوضع الحالي. لن يسقط هذا الاتفاق إلا بنفس الشكل. وهذا أمر غير وارد. وبعدين الموضوع لا يهم القوى اللبنانية بس، لأن لبنان من الدول اللي فيها امتدادات خارجية وفي تدخلات خارجية قوية، وبالتالي لازم يعني توافر ظروف إقليمية ودولية وغيره. الموضوع ده لا أعتقد أنه مطروح عمليا، يعني بعيدا عن الشعارات غير مطروح تماما الآن على وجه الإطلاق. المطروح نعم. فقط هو الإصلاحات الاقتصادية. طيب في رأي حضرتك من خلال متابعة كلمة الرئيس سعد الحريري رئيس الوزراء، كان هناك إشارة إلى مسألة تعطيل الإصلاحات، أنه كل ما كان بيتم اتخاذ إصلاحات وتدابير معينة للاقتصاد كان بيتم تعطيلها من أطراف معينة. طبعا هو لم يذكر هذه الأطراف ولكن معروف يعني. طبعا. الفكرة هنا أنه هل المشكلة في تعطيل الإصلاحات أم في نوعية وطبيعة هذه الإصلاحات؟ لأن هذه إشكالية أيضا. يمكن كان في حوار أيضا هنا مع نائب رئيس الوزراء غسان حصباني، ذكر لنا بأنه المشكلة أيضا في طبيعة الإصلاحات، وهو اعترف بأنه المشكلة في طبيعة الإصلاحات وهذا ما نريد تغييره في الفترة القادمة. بتشوف حضرتك إزاي؟ المشكلة في كذا محور الحقيقة. المشكلة في أو رقم واحد في طريقة اتخاذ القرار، أنه طريقة اتخاذ القرار هناك لابد من أن الحكومة مجتمعة هي اللي تتخذ القرار، وده معناه ان الجميع يوافق عليه. لو في حد رفض، طرف واحد بس رفض والباقيين وافقوا، لا يتخذ القرار. وبالتالي هي طريقه معقده شويه لانها بتستلزم توافق الجميع. لو واحد رفض مش هينفع. الجميع ام الاغلبيه؟ الجميع. يعني حضرتك دلوقتي في مكونات اساسيه في الحكومه اللبنانيه، الفريقين اللي احنا قلنا عليهم، لو واحد من الفريقين دول رفض مش هيتخذ القرار. طب ما هو ازاي هيتخذوا قرار اصلا؟ علشان كده بقول لحضرتك رقم واحد في الازمه طريقه اتخاذ القرار. لازم توافق بين الجميع. في ثلاث رئاسات هناك، رئيس الجمهوريه، رئيس مجلس النواب، رئيس الوزراء. اي قرار لازم الثلاثه يوافقوا عليه، حتى لما بيجي ضيف اجنبي كبير يزور لبنان لازم يزور الثلاثه، وبيسميهم الرؤساء الثلاثه لان هم الثلاثه متساويين. فهو لازم الثلاثة يوافقوا.
دي الثلاث كتل الأساسية في لبنان. لو حد من الثلاثة دول رفض، يعني مثلا يعني اسمح لي حضرتك يا أستاذ فتحي، يعني هؤلاء كلهم لم يتفقوا على إجراءات إصلاحية واتفقوا على فرض الضرائب على المواطنين. هم استسهلوا، بمعنى أنه كان المطروح في المناقشة هو عجز الموازنة. إزاي يسد عجز الموازنة؟ أسهل حاجة بالنسبة له كانت أنه يفرض ضرائب على المواطنين. وحتى بعد لما الشارع صار عليهم، بعضهم قال أنا ما وافقتش، وهو في الحقيقة طبعا وافق، أكيد وافق، وإلا ما كانش هيمرر القرار بالتأكيد. وبالتالي هم استسهلوا. ليه بقى استسهلوا؟ لأنه فرض إصلاحات حقيقية ممكن أن يضر ببعض الأطراف. بمعنى أنه الناس بتتكلم عن هدر في مشروعات كتيرة، الناس بتتكلم عن فساد في بعض الأماكن، الناس بتتكلم عن طريقة اختيار قطاع مثلا زي النفط اللي الدولة محتاجاه، مش الحكومة اللي بتستورده، دي شركات بتستورده من بره والحكومة تشتري منها، فبتعتبر ان المفروض ده يرجع للحكومة. الناس بتتكلم عن حاجات تانية كتير الدخول فيها يشبه الدخول لعش الدبابير. من الصعب جدا زي ما قال لحضرتك نائب رئيس الوزراء، طبيعة الإجراءات نفسها هتبقى صعبة ان هو ياخد فيها إجراء جذري وحاسم. لا، صعبة جدا. وبالتالي هو الأسهل له أن يتفق على فرض ضرائب عن أنه يتفق على حاجات هتمس ببعض القوى اللي موجودة وشخصيات موجودة بالفعل. طيب.